معكم مدام بن موسى سناء، تندير هادشي ديال الصناعه ديال الصناعه التقليديه هادي تقريبا شي 6 سنين، وانا مولوعه بالصناعه التقليديه لان تربيت في واحد البيئه اللي تتحب هذا الميدان. كانت الوالده ديالي حتى هي شغوفه بهذا الميدان وكانت دارت واحد الكارير بروفيسيونيل فيها، وكانت تبارك الله تتصور للعرايس، تدير لهم النادل ديال الطبله، وتدير لهم لي زوق، وتدير لهم النادل ديال الطبله، وتدير لهم لي زوق، وتدير لهم كاع المسائل كلها، الفوط والمسائل كلها اللي تتحتاج العروسه. كانوا تيجيو عندها للدار، ما كانش عندها الحانوت، ولكن كانت تسحب بهم في الدار الوالدين ديالها والوالدين ديالهم داكشي، وتصوب لهم داكشي. وانا انا بغيت نمشي على الخطى ديالها، لان انا هو الصناعه التقليديه، ولا سيما انها من التراث ديالنا واننا خصنا نحافظوا عليها. وتنعرفوا بانها تتعيش واحد العدد كبير من المغربيات، من الناس مساكن اللي في القرى، بعض المرات تيطرزوا باش يمكن لهم يسدوا الحاجيات الضروريه ديال الحياه، وتيقريوا بها وليداتهم. كانت الوالده تقول لي بنيتي انا تندير هادشي لان تنبغي نعاون هاد الناس، لان تيخدموا بعروق كتافهم، ومن هاد الصناعه التقليديه تخرجوا الدكاتره والمهندسين وكل شيء. وانا عندي الشرف انني مشيت في الخطه ديال الوالده ديالي. دايرين حنايا لي ناب، ودايرين سميتو لي زوغ، ودايرين لي شومان دو تابل، ودايرين لي شومان دو لي. دابا ولاو على لا مود لي سوندريي لي ريدو، هادو كلهم عندنا بزاف ديال الانواع ديال الطرز، منها الغرزه، الطرز الاصيلي ديال فاس وديال مكناس، والطرز الرباطي اللي تا هو، ولكن دخلنا عليه واحد الطابع اللي هو موديرن.